لن يخطر ببالك أبداً وأنت تشاهد رقاقة إلكترونية بحجم حبة رمل أنك أمام جهاز كاميرا بسبب التقاط تعابير وجهك. الكاميرا التي انتزعت في موسوعة جينيس لقب أصغر كاميرا في العالم مخصصة لاستخدامات طبية. الكاميرا لا يتجاوز حجمها الإجمالي مليمتراً واحداً، وهي قياسات تجعلها أشبه بذرة رمل، ويعتبرها المطورون مثالية التقاط الصور داخل جسم الإنسان. الكاميرا دقتها عالية وقادرة على التقاط الصور في درجات حرارة باردة أو ساخنة جداً.